أولاً اليوم 30 مارس مناسبات هي واليوم الوطني للمعاق. تنتمنى من المسؤولين القضائيين في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء، وبالخصوص نتوجه للرئيس النيابة العامة الأستاذ النبوي اللي هو كان أول واحد حرك الملف اللي كان وكيل الملك في المحكمة ديال الدار البيضاء. اليوم بغيت نقول للسي النبوي أن السي النبوي الملف اليوم راه تحكم أحكام نهائية. السي الوكيل العام تتمناو منك تدخل لتنفيذ الأحكام بس، على الأقل بهذه المناسبة 30 مارس التفتوا لهذه الشريحة ديال المجتمع اللي هما الأطفال المعاقين دينيا. راه حنا عيينا بالمحاكم سي واجي، تتمنى من أهل الاختصاص يتدخلوا لسبب بسيط وينفذوا الأحكام اللي صادرة اللي عندها قوة.